بدأت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت دورة تدريبية حول الإتيكيت والبروتوكول وإدارة الفعاليات تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية وتدريب وادي حضرموت والصحراء، ويتلقى نحو 20 متدربا على مدى 3 أيام عددا من المعارف والمفاهيم حول أساسيات الإتيكيت وكذا المهارات اللازمة للقواعد الحديثة والرسمية في تحضير الفعاليات وتنظيمها وطريقة التعامل مع كبار الضيوف والشخصيات.